مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتداء من هذه الليلة بحول الله سحب سفلى ستخص أغلب المناطق الشمالية بالخصوص المناطق الغربية وكل المناطق الداخلية، احتمال لأمطار محلية خلال يوم الغد بحول الله. تحسن سيظهر تدريجيا نحو المناطق الغربية من حيث الأمطار، تبقى أجواء مغشى جزئيا بسواحل الوسطى والشرقية وكذلك بأغلب المناطق الجنوبية عدا بشمال الصحراء والصورة. ستكون الأجواء مغشاة، احتمال أمطار محلية بشمال الصحراء. الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى باردة بالمناطق الداخلية، مقاييس ما بين درجتين إلى 4 درجات، تصل إلى 8 بكل من العاصمة عنبة تيزي وزو وتلمسان، 10 درجات بوهران، 8 درجات أيضا بكافة مناطق الجنوب الغربي، 4 درجات فقط بتمن راست، 11 بإن صلاح، وترتفع إلى 13 درجة بإن قزام. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى تقارب المعدل الفصلي، مقاييس ما بين 15 إلى 19 بسواحل، 17 درجة بتيزي وزو، ترتفع إلى 21 درجة بتلمسان، بينما لن تتعدى 10 درجات بالبيض و14 بباتنا. أما جنوبا 17 إلى 19 درجة منتظرة بشمال الصحراء، في حدود 21 درجة بإليزي وتمن راس، 25 درجة بكل من أضرار تيميمون تيندوف برج باجي مختار وإنقزام. البحر خلال يوم الغد بحول الله سيكون هادئ على كل السواحل، الرياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات، أحيانا تكون شرقية تماما بسواحل الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، خلال يوم الجمعة ستبقى المناطق الوسطى والغربية تشهد عبور بعض السحب التي قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار نحو المناطق الغربية، أجواء مغشاة جزئيا بالمناطق الشرقية وصفاء تام بكل المناطق الجنوبية. يوم السبت بإذن الله السحب السفلى ستشمل كافة المناطق الشمالية، اضطراب جوي ضعيف النشاط، احتمال لأمطار محلية بالمناطق الوسطى والشرقية. أما بالمناطق الساحلية الغربية ستشهد هبوب رياح قوية نسبيا، على شمال الصحراء الصوراء الجنوب الغربي ووسط الصحراء ستشهد بعض السحب السفلى احتمال لأمطار محلية. يبقى الصفاء يعم كل مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب، ودرجة الحرارة خلال هذه الفترة تبقى تقارب المعدل الفصلي. يوم الأحد بإذن الله تحسن في الوضعية الجوية نحو مناطق الجنوب الغربي لغاية وسط الصحراء، أما على المناطق الشرقية ستبقى تشهد سحب عابرة سفلى مع هبوب رياح قوية نسبيا نحو المناطق الغربية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بصحة وعافية وفي أمان الله.